بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أشارككم هذه الطريقة أو هذه الكيفية أو هذا الإجراء للتبديل بين الحسابات. فكثير من الأشخاص الذين يتعاملون مع حساب الجيميل أو حساب جوجل أو أي حساب آخر، وطبعا يقومون التبديل بين الحسابين، فهناك كثير من الأشخاص لا يعرفون طريقة للعمل على حسابين في نفس الوقت. بمعنى أنك تفتح المتصفح وتفتح حسابين أو أكثر. فهناك الأشخاص من يقول لك أو من يقوم بعمل بتسجيل دخول إلى حساب الأول، ومن ثم يتوجه إلى، طبعا لن تستطيع فتح حسابين في نفس الوقت، فليتوجه ذلك بالتوجه الى يتوجه الى المتصفح المتخفي، سواء كان على جوجل كروم او موزيلا فايرفوكس. على فكرة، فان المتصفح الذي امامكم هذا هو موزيلا فايرفوكس وليس جوجل كروم. طبعا فلفتح حسابين هناك طريقة لفتح الحسابين، بيتوجه الى المتصفح المتخفي، تقوم بالمتصفح العادي، تفتح الحساب الاول، ومن ثم تتوجه الى المتصفح المتخفي، ومن ثم تقوم بفتح الحساب الاخر. وهناك طريقة تتيح لك فتح اكثر من حسابين، بمعنى مجموعة من الحسابات في المتصفح العادي، وذلك بتسجيل الدخول الى حسابك على جيميل الحساب الاول، ومن ثم تقوم بالضغط على الصورة التي سوف تجدها في اعلى اليسار او اعلى اليمين على حسب اللغة التي عندك، انجليزية او عربية او فرنسية الى غير ذلك. وبعد ضغطك على هذا الرمز او هذه الدائرة سوف تجدها صورتك، او ان كنت قد ادرجت صورتك في جيميل، او تجدها بالاسم الاول من الجيميل. فمثلا لو كان اسمك احمد سوف تجد او كان اسمك وكان مصطفى على سبيل المثال سوف تجد ام. تقوم بالضغط عليها، وبعد ضغطك عليها تنبثق لك الخيارات وهي اسم الجيميل، اسمك الاول والاخير من الجيميل، وتحتها تجد عنوان بريدك الإلكتروني، ومن ثم تجد إدارة الحساب، ومن ثم في الأسفل سوف تجد إضافة حساب آخر. عند ضغطك على إضافة حساب آخر سيتاح لك تسجيل الدخول برقمك السري وعنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المربوط مع الحساب. بعد ذلك سوف تقوم بالدخول إلى هذا الحساب، فتقوم بالدخول على حسابين أو ثلاثة أو إلى غير ذلك. وعندما رغبتك في التعامل مع حساب فسوف فقط تضغط على هذه الدائرة أو الخاصة بالجيميل. بعد ضغطك على هذه الدائرة سوف تجد مجموعة الإيميلات أو مجموعة الجيميل، تقوم باختيار واحد منها، تقوم باختيار عنوان من عناوين البريد الإلكتروني، ومن ثم تقوم بالدخول إلى الجيميل بكل سهولة. وعند التبديل من حساب إلى حساب لن يطالبك بإدخال كلمة السر. أرجو أن أكون أفدتكم بهذه الفكرة، وأرجو أن يستفيد الجميع. وأي سؤال أو أي استفسار أو أي تعقيب على الموضوع رجاء أن اكتبوا في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.